تنزل على كوالالمبور من الأيام السابقة بهذا الحجم. اليوم الكويت في المركز الأول بعد أن لعب مباراتين وفاز في واحدة ولم يخسر وتعادل ولا احترف بالقاف. منتخبنا الوطني أيضا لعب مباراتين فاز في واحدة لم يخسر وتعادل في مباراة ولا احترف بالقاف. المنتخب الماليزي لعب مباراتين لم يخسر. لم ينتخب المملكة العربية السعودية مثل محمد عيع، صالح داوود، محمد الخليوي، أحمد جميل، محمد عبد الجواد، منصور الموينع، فؤاد أنور، خالد مسعد، فهد المهلل، سامي الجابر، وسعيد العويران، وفي الاحتياطي حسين الصادق، عبد الرحمن الرومي، فهد الخشيان، خالد هزاع، وعبد الله الحارثي. والمنتخب ورامي شرك العويران سدد حلوة تسديدة حلوة ومطلوبة في المطر هذا، تسديدات مطلوبة. وحسن كيمي حصلها بإيده، وهذا العويران اللي ظهر معاه في الشاشة. والتسديدات كانت لصالح منتخبنا. فهد وفهد منطلق داخل منطقة الجزاء بيحاول يعدي لكن يموه ويطيح ويرجع مرة ثانية، وحكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، وترجع مرة ثانية إلى خارج الملعب رامي السماس. والخليوي أحمد جميل اللي فهد، وفهد مهلل لازال محتفظ بالكرة ويمر فهد حول وكرة بتلعب، وعبد الجواد يهيئ ويتغير اتجاهها، ولكن ضربة أيضا رجل خط يقول إن فيه راية وفيه راحين طلع داخل منطقة النقل، وكرة خطرة انتبه محمد من المطر وكان فيه متابعة من محمد إبراهيم. يلا يا صالح انقلها داخل منطقة جزاء النقل، وكرة مشتركة الآن ترجع خارج الملعب. تسديدة حلوة من الغلوي لكن راحت خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح المنتخب الكويت، أنا يزيد المنتخب الكويتي وبالتالي نحقق هدفنا المطلوب. وخالد مسعد راح ينقلها داخل منطقة جزاء وتتخلص من جيمي حسين، وكرة ساقطة وترجع مرة ثانية. وهذا نور يقطعها، وهذا نور لعبها جميلة جدا، وعبد الجواد يعدي ولعبه ناحية اليسار، حاول المفاز ذات اللعب استمر راحت علينا الله، كرة سيئة داخل الست ياردات وانفاج بالمرمى. شوف مرة ثانية، مهلل لعب كرة ورجع مرة ثانية حصلها ويتخلص الى خارج الملعب رامي السماس. جاي الجول، جاي ما في فكة من المرمى، المنتخب الكويتي جاي رمي رامي السماس. منتخبنا الوطني خالد مسعد احمد جميل يلعب الخط اللعب وخارج الملعب. وخالد مسعد ينقلها داخل مطار الجزاء النقل، خيار جول عندي ضربة ركنية ضربة مرمى، حكم المباراة يدور ضربة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. هذه العادة شوف فهد حاول حكم المباراة يقول ما فيها شيء. اسمع على الموينع ايمن رفاق الشيان عدي اللعب راحت على المنتخب السعودي ثلاث كرات خطرة. هذه العادة فهد مهلل، دخل الجزاء ولعبها ولكن راحت خارج الملعب. ضربة مرمى للمنتخب الكويتي عامر ياسر، وفي هذه اللحظة أيها الأخوة والأخوات أعلن حكم المباراة الأماراتي أحمد حكيم عن نهاية هذا اللقاء بتعادل المنتخبين الشقيقين السعودي والكويتي بدون أهداف، وتبقى مباراة أخيرة في المرحلة الأولى من تصفيات المجموعة الخامسة.